الاهلي بيحقق انتصار كبير النهارده على انبي بنتيجه 3-0 على ارضيه استاد السلام. خلينا نكلمكم على كواليس اللقاء اللي كان سخن جدا عند دكه الاهلي وعلى دكه انبي. يعني في البدايه النهارده كانت في حاله ود كده وهزار ما بين قمح الدولي ما بين كهربا, اللي بدا كهربا كده يمازح قمح الدولي اثناء دخوله للممر, وبدا يرجع اول لما سمع صوت قمح بينادي على قفشه وبدا يعني يهزر معاه ويضحك معاه كده ويقول له ايه قمح انت مش شايفني ولا ايه, وبدا يهزر معاه قمح الدولي, بدا ينادي على كهربا كده وبدا يعني يشاور له هو قاعد. بدا اكتر من حد من لعيبه الاهلي النهارده كانوا حريصين جدا هم ينزلهم ويروحهم ويسلموا على كابتن حلمي طولان. احمد فتحي راح قبل بدايه المباراه كده وسلم عليه, وده اللي عمله قفشه وعمله صالح جمعه قبل بدايه المباراه, وكهربا برضو اثناء كده يعني سلام الدكتين بدا يتوجه للكابتن حلمي طولان ويسلم عليه, وبدا كابتن حلمي طولان ودكه الاهلي يتقابلوا كده يعني في النص ويسلموا على بعض. كان في حاله ود ما بين الاجهزه الفنيه, صالح جمعه النهارده وقفشه هم اللي كانوا واقفين اثناء النشيد الوطني على دكه انبي بسبب ان هم يعني هم بيتسلموا على الكابتن حلمي طولان ما لحقوش يرجعوا تاني لدكه الاهلي. كان في لحد ما حاله ود ما بين الدكتين قبل بدايه المباراه, لكن لو كلمتكم على اجواء اللقاء اللي بدات تنتابوا السعاده كده في اللحظات الاولى, اول لما جه جون مروان محسن في الدقيقه الرابعه كده حاله سعاده واحتفال قوي جدا عند جمهور الاهلي كان متواجد, وعلى مستر مسوماني اللي بدا يحتفل بشكل كبير وبدا يسقف لمروان محسن كده وينادي له, وبدا مروان يروح له ويسلم عليه. كان في لحد ما توجيهات مستمره من الكابتن حلمي طولان على لعيبته, لكنه هو قاعد على الدكه ما قامش كتير النهارده خالص, يعني المساعد بتاعه هو اللي كان طول الوقت واقف. كانت في شده بقى قويه النهارده ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وما بين الحكم الرابع, وده بقى اللي خلى يعني مراقب المباراه بدا يروح الكابتن سيد عبد الحفيظ عشان يهدي الوضع ما بينه وما بين الحكم الرابع كده, لكن الحكم الرابع كان مصر بقى اللي هو ينادي لحكم المباراه وبدا يقول له على يعني مشاهداته مع الكابتن سيد عبد الحفيظ, وده اللي خلى الكابتن سيد يعني ياخد انذار من حكم المباراه, وبدا بقى على طول الكابتن سيد وهو بياخد انذار كده يقول للحكم ليه يعني بتديني انذار ليه, كان باين اللي هو متضايق جدا. كان يعني النهارده اثناء التوقف بقى بدا ايمن اشرف يشتكي للكابتن سامي قمصان من الشد في السمانه كده, وده بقى اللي خلى الكابتن سامي قمصان يروح وينادي يعني المستر مسوماني ويقول له اللي فيه شد عند ايمن اشرف, وبداوا يتكلموا مع بعض هو ومدرب الاحمال بتاعه, ده اللي خلاه بقى يطالب على طول السوليه اللي هو يقوم ويسخن. اول لما طلع بقى ايمن اشرف كده بدا ايمن اشرف يجيب التلج, واحد يعني المساعدي الطبيب كده بدا يدلك له يعني السمانه كده اثناء جلوسه على الدكه. كان باين الاحتفال بقى وكان باين السعاده القويه على كل دكه الاهلي اول لما جه الجون الثاني واللي احرزه مروان محسن, واللي قام بقى مدرب حراس الاهلي كده احتفل بشكل قوي جدا بعد جون مروان محسن. كان على طول كل الجمهور اللي موجود بعد الهدف الثاني بيهتف بقى لمروان وبيطالب لعيبه الاهلي كده وبيهتف لهم يعني افريقيا اهلي. اعضاء مجلس اداره الاهلي اللي كان على راسهم النهارده يعني كابتن طارق قنديل واكثر من حد من اعضاء مجلس الاداره كانوا متواجدين, وكان باين عليهم الرضا الكامل على المباراه, لكن بان بقى لحد ما التفاعل المستمر من كابتن حلمي طولان اللي كان باين وهو قاعد كده مع مساعديه اللي هم مش راضي على المباراه, وكان بيتكلم معاهم على طول وكان بيشاور لهم كده وهو قاعد اللي هو ما فيش رضا يعني على المباراه. لعيبه الانبي بقى وهم قاعدين كده وهم بيسخنوا كان واضح ان هم متفاعلين جدا, وكان واضح ان هم قلقانين جدا من نتيجه المباراه, لكن اول لما جه الجون الثالث الاهلي بقى سعاده قويه جدا واحتفالات قويه جدا على كل دكه الاهلي وعلى كل جمهور الاهلي اللي متواجد النهارده, واللي بدا يسقف ويهتف بقى افريقيا اهلي. قمح الدولي كده بدا يهزر كتير وهو قاعد, وبدا ينادي الحكم لما راح في احدى الكور كده عند الفار, وبدا يقول له يعني يا كابتن يلا احسبها ضربه جزاء. كانت في حاله ارتياح باين على جمهور الاهلي وعلى دكه الاهلي اللي كان باين عليهم السعاده القويه, لكن النهارده لحد ما الغريب شويه في مدرب احمال الاهلي اللي هو ما كانش بيقوم كل لعيبه الاهلي يخليهم يسخنوا في الشوط الثاني, كان بيستنى لما يعني المستر مسوماني يقول له قوم فلان يسخن قوم فلان يسخن, وده اللي كان بيعمله فعلا. كان في حديث ما بينه وما بين الكابتن سامي قمصان وما بين مدرب الاحمال كده يعني على صالح جمعه, وبداوا يوجهوا لصالح جمعه بعض الارشادات كده قبل ما ينزل, وده اللي خلاهم بقى يخلوا صالح وقفشه يروحهم يسخنهم. لكن لحد ما الاجواء في اللحظات الاخيره بدات تسخن, بدا يعني الجمهور يسقف لكل لعيبته, وبدا الارتياح يظهر على لعيبه الاهلي, وبدا العصبيه تظهر على الكابتن حلمي طولان اللي كان بيتنفس كتير النهارده واللي كان مش عاجبه اي يعني اداء لعيبته خالص. لكن في اللحظات الاخيره احد بقى الاشبال كده او احد الاشخاص مشجعي النادي الاهلي اللي كانوا متواجدين كانوا حريصين اللي هو ينادوا على صلاح سليمان ويطلبوا منه اللي هو يتصور معاهم, فعلا وقف واتصور معاهم لانه شكله كده ما كانش باين اللي هو واخد يعني عارف يصور, بدا بقى يطلب المصورين اللي موجودين هم او قال لهم كده اللي هم المصورين خلاص صوروهم. في اللحظات الاخيره كان باين الشد على مستر مسوماني اللي كان على طول بيطالب لعيبه الاهلي بالباص كتير طول المباراه, لما بينادي لهم او بيتكلم معاهم على طول بيفضل يقول لهم يعني باص باص باص, كان باين اللي هو على طول عايز حركه الكره تكون سريعه ما بين لاعبي الاهلي. اول لما انتهى اللقاء سعاده وارتياح قوي باينه على كل لعيبه الاهلي وعلى كل الناس اللي كانت متواجده النهارده في المدرجات اللي سقفوا لعيبه الاهلي وحيوهم كده وهم خارجين, ويعني بداوا يقولوا لهم افريقيا اهلي النهارده, بنقول لكل جمهور الاهلي وكل لعيبه الاهلي
مليون مبروك على الانتصار اللي بيحققهم على نادي انبي بنتيجه 3-0 النهارده، لكن نادي انبي وكل لعبته.